أكثر الناس يا إخواني حمدا لله، ردت الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، أكثر الناس حمدا لله أكثرهم قربا من رسول الله الذي سيرفع يوم القيامة لواء اسمه لواء الحمد، بل كل الأنبياء تحت هذا اللواء. جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه والإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، يرفعه لواء حقيقي، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ثلاثة قال: وما من نبي يومئذ إلا تحت لوائي، يعني من آدم إلى آخر نبي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر صلى الله عليه وسلم. لهذا أكثر من الحمد لله. جاء في حديث جابر في الترمذي وحسن الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.